ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا التين الغالي ما شاء الله تبارك الله، حقيقة شيء جميل جدا جدا اليوم 1/6/2024. من الانواع اللي نجحت عندي نجاح طيب. زراعتي طبعا هذه جنوب حائل وشمال المدينة. ما شاء الله تبارك الله. التين الغاني. هذه اللي هي البواكير طبعا. وهذا الانتاج الثاني. يجهز شهر 8/9 ميلادي بإذن الله. زراعة مكشوفة نسأل الله البركة. ما شاء الله على قوة الله بالله. ما شاء الله تبارك الله. هذا انتاج تين الغدان المغربي، تاريخ اليوم 1/6/2024، الغدان المغربي. طبعا يتوفر شتلات عندي، التواصل 5541911910. زرعة مكشوفة ما شاء الله تبارك الله، شتلات من نفس الامهات هذه ما شاء الله تبارك الله. هذا الغدان المغربي. طبعا بحط خيطين عشان ما نضيع فيهم.